بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية. ومع هذا المقال من على جريدة لو فيغارو الفرنسية. إذن عندنا في هذا العنوان كما نلاحظ كوفيد-19 أن إيطا أمريكا برومي دي بون دي بارن الجون فاكسيني. إذن أن إيطا أمريكا إذن نتكلم عن ولاية أمريكية برومي تتعاهد. طبعا عندنا هنا لو فيرب بروميتر يعني فعل تعهد ومنها كلمة لا بروميس يعني العهد. أن إيطا أمريكا برومي دي بون دي بارن أو جون فاكسيني. إذن ولاية أمريكية تتعهد ببنات للإدخار أو جون فاكسيني للشباب الملقح. إذن لكل شخص طبعا يقبل التلقيح إذن تتعهد الولاية بقدرين من المال لهذا الشخص. يتعلق الأمر هنا بليطا دو فيرجين أوكسيدونتال. إذا نتكلم عن ولاية فيرجينيا الغربية. ليطا دو فيرجين أوكسيدونتال دونغا أن بون دي بارن دو 100 دولار أنفيرون 82 أورو. أنفيرون 82 أورو. ولاية فيرجينيا الغربية دونغا. عندنا هنا لو فيغ دوني أو فيتيغ سامبل. يعني أنها ستعطي. ستعطي. إذا نتكلم عن فعل دوني مصرف في المستقبل كما نقول دونغا أن بون دي بارن أن تعطي بونا للإدخار. نتكلم عن لي بارن يعني الإدخار يعني هو القسم من المال الذي نضعه جانبا لوقت الحاجة. إذا طبعا هي تعطي بونا للإدخار دو 100 دولار بما يعادل 100 دولار تقريبا بين 800 حتى 1000 درهم مغربية. أو بيرسون أجي للأشخاص كما نقول الراشدين. طبعا هنا كما نقول الأشخاص المسنين ولكن المقصود بها هنا الأشخاص الراشدين دو 16 à 35 ans. إذا المحصورين بين هاد السنين كما نلاحظ كي سو فوغون فاكسيني الذين كما نقول يفعلون لنفسهم تلقيحا. كي سو فوغون كي سو فوغون كما نتكلم هنا على لو فيرب سوفير يعني أنه يفعل لنفسه. كي سو فوغون فاكسيني الذين يعملون لنفسهم تلقيحا. ليطا دو فيرجين أوكسيدونتال دونغا أن بون دي بارن دو 100 دولار أنفيرون 82 أورو أو بيرسون أجي دو 16 à 35 ans كي سو فوغون فاكسيني كونتر لو كوفيد-19. إذن هي ستعطي هاد القدر من المال للأشخاص الذين يقبلون أن يلقحوا. طبعا هاد الأشخاص بين سني 16 و 35 سنة كي سو فوغون فاكسيني كونتر لو كوفيد-19 الذين يقبلون التلقيح ضد كوفيد-19. أديكلاري لاندي 25 أفريل لو غوفيرنور دو ليتا جيم جيستيس. إذن أديكلاري صرح لاندي 26 أفريل يوم الاثنين 26 أبريل لو غوفيرنور. إذن الذي صرح هو الحاكم لو غوفيرنور دو ليتا. إذا نتكلم عن حاكم الولاية جيم جيستيس المسمى بهذا الاسم رابورت لو نيويورك تايمز كما أوردت جريدة نيويورك تايمز. une mesure mise en place pour inciter ceux parmi les 380 000 personnes de cette tranche d'âge. une mesure mise en place pour inciter ceux qui parmi les 380 000 personnes de cette tranche d'âge. De cette tranche d'âge. Une mesure. كما نتكلم هنا عن قياس. ولكن المقصود به هنا تدبير أو تدابير. إذا نتكلم عن هاد التدبير أو عن هاد الإجراء بمعنى آخر. Mise en place. كما لو نقول موضوع في المكان. المقصود الذي اتخذ. إذا نتكلم عن إجراء اتخذ.
pour inciter ceux qui, من أجل تشجيع كما نقول من أجل دفع ceux qui الذين هم كما نقول parmi les 380,000 personnes. إذن من أجل حتى الذين هم بين 380,000 شخص de cette tranche d'âge لهذه الشريحة من السن نتكلم عن السن الذي ذكرنا قبل قليل ne sont pas encore allés se faire vacciner الذين هم ليسوا بعد allés se faire vacciner يذهبون ليعملوا لنفسهم تلقيحا الذين هم لم يذهبوا بعد بمعنى آخر ليعملوا لنفسهم تلقيحا إذن طبعا هاد التدبير إذن هاد الخطوة التي اتخذت هي من أجل حتى الأشخاص المحصورون كما نقول في 380,000 شخص بهذه الولاية في هاد السن والذين هم لم يذهبوا بعد للتلقيح إذن من أجل حتى من الذهاب ليقوموا بالتلقيح une mesure mise en place pour inciter ceux qui parmi les 300,000 personnes de cette tranche d'âge ne sont pas encore allés se faire vacciner. Mais, ولكن, les autres pourront également bénéficier de cette bonne d'épargne. ولكن أيضا الآخرين نتكلم عن الأشخاص الغير محصورين في هاد السن إذا نتكلم عن الأشخاص الآخرين يمكنهم أيضا pourront également يمكنهم أيضا نتكلم هنا على الفير بوفوار أو فيتور سامبل إذن سيمكنهم بمعنى آخر أيضا بينيفيسيي دو سيت بون ديبارن يمكنهم أيضا أن يستفيدوا إذن نتكلم عن لو بينيفيس إذن نتكلم عن الربح إذن عندنا هنا لو فير بينيفيسيي كما نتكلم عن استفادة أو كما نقول أنه يربح Mais les autres pourront également bénéficier de ces bons d'épargne. ولكن الآخرين سيمكنهم أيضا الاستفادة من هاد بونات الادخار. A assuré Jim Justice. إذا أكد Jim Justice. إذا نتكلم هنا عن حاكم هاد الولاية. Au cours d'une conférence de presse. أثناء مؤتمر صحفي. Il leur a demandé. إذا هو طلب منهم. d'accepter cette merveilleuse obligation d'épargne. هو طلب منهم il leur a demandé إذن هو طلب منهم d'accepter بأن يقبلوا cette merveilleuse obligation d'épargne. هذا الواجب المدهش للإدخار. إذن هو طلب منهم أن يقوموا بهذا الواجب وهذا الواجب سيجلب لهم ربحا كما نقول. هذا الواجب أيضا إضافة إلى كونه واجبا سيجلب لهم ربحا بمعنى آخر إذن طبعا هو طلب من الأشخاص المعنيين بالأمر أن يستجيبوا أن يقبلوا هذا العرض L'état doit stopper le virus ثم يعقب فيقول L'état doit stopper le virus إذن الولاية عليها أن توقف الفيروس dans son élan إذن نتكلم عن حركة قبل الانطلاق عندما يريد أن ينطلق الشخص جريا مثلا إذن هو يقوم بحركة أولية للاستعداد لهذا الانطلاق إذن هاد الخطوة التي قامت بها الولاية هي كأنها حركة من أجل الانطلاق للقضاء على الفيروس L'État doit stopper le virus dans son élan يقول بأن الولاية doit عندنا الفير devoir في البريزون إذن عندنا فعل توجب في الحاضر ليطا دو ستوبي الولاية على أن توقف لو فيروس على أن توقف الفيروس دون سون نيلون يعني في هذا الاستعداد أو في هذا الحماس أو في هذه الخطوة الأولية كما يقول أ أنكور ديكلاري لو غوفرنور أ أنكور ديكلاري لو غوفرنور إذن هو أيضا صرح الحاكم قال لهم بأن الولاية عليها أن توقف الفيروس في هذه الخطوة. إكانسي وهكذا سي ماسك ديسباريتخي. إذن
هاد الماسكات وهكذا هاد الاقنعه تختفي. نتكلم هنا على لو فيرب ديسباريتر. لو فيرب ديسباريتر يعني فعل اختفى. سي ماسك ديسباريتر هاد الاقنعه تختفي. لي زوسبيتاليزاسيون ديسباريتر. لي زوسبيتاليزاسيون ديسباريتر والاستشفاءات تختفي. يعني نقل الاشخاص الى المستشفيات بكثره يختفي ايضا. لو نومبر دو مور اي لي ساك مورتيير دوفياندري ابسوليمون مينيم. اذا لو نومبر دو مور، اذا نتكلم عن عدد الموتى. اذا لو نومبر دو مور عدد الموتى، اي لي ساك مورتيير دوفياندري ابسوليمون مينيم. اي لي ساك واكياس مورتيير والاكياس الجنائزيه deviendrait انها تصبح absolument قطعا كما نقول مينيم انها قليله. اذا ثم اذا طبقنا هذه الخطوه طبعا، اذا طبعا سنقضي على الكثير من الاشياء، من كما قلنا اختفاء الاقنعه، ثم ان عدد الاشخاص الواردين الى المستشفى يختفي، ثم عدد الموتى والاكياس الجنائزيه انها تصبح قطعا ضعيفة وقليلة. selon les données du journal américain، حسب معطيات الجريدة الأمريكية. selon les données du journal américain، حسب معطيات الجريدة الأمريكية. la Virginie occidentale présente le 16e taux le plus élevé de nouveaux cas de COVID-19. la Virginie occidentale présente le 16e taux le plus élevé de nouveaux cas de COVID-19. إذن هاد الولاية المعنية بالأمر هنا أن تمثل النسبة 16 لو بليز إلفي الأكثر ارتفاعا دو نوفوكا للحالات الجديدة دو كوفيد 19 لكوفيد 19 بار بيرسون لكل شخص. إذا نتحدث هنا عن الحالات الجديدة لكوفيد 19 بار بيرسون، إذا نتحدث هنا عن أعداد الأشخاص الذين يصابون بكوفيد 19. إذا فمن حيث عدد الحالات الجديدة، إذا هنا هاد الولاية تحتل المرتبة 16 بين باقي الولايات parmi les États américains، إذا بين الولايات الأمريكية. إسو كلاس أو دوزيام رون، ثم أن تحت المرتبة إسو كلاس، ثم أن ترتب إسو كلاس أو دوزيام رون، ثم أن ترتب في الصف الثاني عشر بور لي زوسبيتاليزاسيون، فيما يخص طبعا الأشخاص الذين يذهبون إلى المستشفيات طبعا بسبب كوفيد 19. إذا هذا فيما يخص الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.